انا وحده من الضحايا ديال جاك بوتي، المواطن الفرنسي اللي كانت عنده شركه هنايا في المغرب. دابا هادي عام ونص باش تحل الملف، وحنا دابا من شهر 3 كنعانيو من تاجيل الجلسات، وكنشوفوا في الحقوق ديالنا كتمشي شويه بشويه. هاد الناس هادو ارتكبوا جرائم في حقنا اللي عانينا منهم وحنا كنشتغلوا داخل المؤسسه، ودابا بهاد المعركه القضائيه اللي طويله حنا مازالين كنعانيو وكنعانيو كل نهار. الاكتئاب عندنا واللي زعما اتيستي من طرف اطباء، ولي سيرتيفيكا ميديكال حطيناهم في الملف. فوالا دابا كنشوفوا وحده من المتهمات كتقول انه عندها مرض عقلي، حاله اكتئاب، وكتاخذ ادويه، الوغ كو حنايا هذه دابا عام ونص وحنا عايشين بالادويه، ما كنعسوش مزيان، ما كنقدروش نشتغلوا لانه كل شهر ولا كل 15 يوم كاينه جلسه. ما كاينش شي خدمه في العالم اللي غادي تبدا فيها كمستخدم جديد وغادي تقبل انها تعطيك ان ديبار مره في الشهر ولا جوج مرات في الشهر. احنا مازالين تايقين في العداله، ولكن بدينا كنعياو، وخاص هاد القضيه هادي تحكم في اقرب وقت ممكن، حفاظا على الحقوق ديالنا وحفاظا على النفسيه والصحه النفسيه ديالنا اللي كتدهور كل نهار. المتهم الرئيسي هو جاك بوتي، واللي مع كامل الاسف ما كاينش في المغرب، دونك كيتواجد في فرنسا. المحامين ديالنا تبعوا واحد المسطره اللي كتسمى الانتداب القضائي، ولكن ما عندنا عليها حتى شي جديد. والمتهمين اللي مازالين هما كانوا مشتغلين حتى هما في ديك الشركه بمناصب اللي كانت عليا، دونك هم كانوا شركاء وسطاء يعني. نقدروا نقولوا وسطاء، لان جاك بوتي بوحدو ما كانش بامكانه يرتكب ديك الجرائم، وما كانش تستور ومساعده داخليه في الشركه، ما كانش غادي يقدر يوصلنا وما كانش غادي يقدر يتمادى في الافعال ديالو وفي التصرفات ديالو. القصه ديالك سينا مع جاك بوتي؟ القصه ديالي انا كنت بدات بمكالمه على في الهاتف ديال الخدمه ديالي، ومن بعد كانوا فيها طلبات ديال صور اباحيه لا بغينا نقولوا بالعلم ديال الرؤساء ديالي، واللي ما داروا حتى شي حاجه. بالنسبه ليهم هذا كان جاك بوتي، دونك شي حاجه عاديه، وحنا كنساء مغربيات خاصنا نحمد الله لاننا لقينا خدمه وما نتشكاوش، لان التحرش بالنسبه ليهم كان شي حاجه اللي عاديه، من لانك امراه، لانك مغربيه، ولانهم كانوا كيظنوا ان ما نقدروش ناخذوا الحقوق ديالنا والمجتمع حتى هو غادي يكون ضدنا، لان دائما حنايا في واحد المجتمع اللي شي سيده لا تعرضت للتحرش ما كتكونش الغلطه ديال المتحرش، هي دائما الغلطه ديال السيده، يا اما ما لابساش مزيان، يا اما لابسه مزيان، يا اما ما مغطياش. دائما كنحاولوا اننا نلقيو اللوم على الضحيه بدل المجرم. واستمر التحرش حتى المغادره ديالي للعمل، وكان هنايا عبر اتصالات هاتفيه ميساجات، ومن بعد كان في واحد الرحله لبنما، وتما كان تحرش علني قدام كل شيء بدون حاسب ولا راقب. اون فيت ما انسحبت انا حتى حسيت انني الصحه العقليه ديالي في خطر، حتى تحت في اكتئاب، لان كنا في واحد العمل اللي كنا كنتخلصوا فيه مزيان، وكان داك ساعات كورونا ومن بعد التداعيات ديال الجائحه، دونك اللي عنده شي خدمه كيحاول انه يشد فيها ما امكن لانه ما كاينش بديل. ولكن فاش راسي مرت نفسيا ودخلت في اكتئاب حاد، ما كانش عندي خيار اخر، دونك كان يا اما الصحه العقليه ديالي ولا ديك الخدمه هذيك، وما بيناتهم بجوج بيان سور غادي نختار الصحه العقليه ديالي.